عشان نتعرف على تفاصيل اكتر معانا على التليفون اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرمايه. صباح الخير يا سياده اللواء، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير، وصباح الخير على الساده المشاهدين والمستمعين جميعا. صباح الخير يا سياده اللواء. صباح النور سياده اللواء. يعني حطينا في تفاصيل الصوره بقى في البطوله تحديدا، وتعالى نتكلم على اجواء التنظيم الاول اللي يمكن ظهرت بمشاركه الدول الافريقيه المنافسه وعشاق هوايه الرمايه تحديدا. يعني والله طبعا موضوع التنظيم دوت الحمد لله احنا لينا باع كبير في تنظيم البطولات. يمكن في خلال على مدار 3 سنوات نظمنا 11 بطوله دوليه. نعم. وطبعا ده كان بيدينا خبره كبيره جدا ان احنا ازاي نستطيع ان احنا نستضيف ضيوف ومعاهم اسلحه وذخائر ومعدات. الحمد لله ده كان نجاح كبير لينا في هذه البطوله استكمالا لمسيره استضافه البطولات المختلفه. الحاجه كمان المميزه جدا ان مصر لديها اكبر واحسن واحدث ميدان على مستوى العالم. طبعا دوت كان فخر كل الدول الموجوده انها تلاحظ وتشاهد ان قاره افريقيا تحت قياده مصر لديها احسن واكبر ميدان على مستوى العالم. اكيد احنا وصلنا ل 38 ميداليه، قول لنا بقى حضرتك ال 38 ميداليه اللي فاز بيهم المنتخب المصري متقسمين ازاي؟ طبعا ال 38 ميداليه دوت هو عباره عن جميع المسابقات اللي احنا اشتركنا فيها. عندنا جزئين، الجزء الاول هو المقاعد، وطبعا الحمد لله تاهل 10 رماه، 11 رامي، وال 11 رامي دول من 11 مسابقه مختلفه. وباقي ال 38 ميداليه عباره عن ميداليات الفرق والميداليات الفرديه. وكان المركز الثاني برصيد 14 ميداليه هي دوله الجزائر، فكان الفرق كبير جدا. وده بفضل من ربنا ان احنا عندنا الاستعدادات لهذه البطوله ولباريس 2024 كان في معسكر مغلق وفي بطولات مختلفه للوصول الى هذا المستوى الحمد لله المشرف اللي احنا وصلنا له في هذه البطوله. اكيد سيادة اللواء، لو هنتكلم على الدول المنافسة في هذه البطولة وصل عددهم لقد ايه، وايه اكتر فريق يعني كان ملفت للنظر والانتباه في المنافسات وحقق تميز كبير؟ طبعا احنا هنقول ان المنافسات مختلفة. نعم. يعني نفس المسابقات مختلفة، ففي دول تميزت في انواع مختلفة في مسابقات معينة، وفي دول تميزت في مسابقات اخرى. لكن هنقدر نقول ان الجزائر كانت حصلت على 3 مقاعد، ودي بالنسبه لهم حاجه كانت كبيره جدا ان هم يحصلوا هذا العدد. كان ايضا انه المغرب حصلت على مقعد في جندول الخرطوش. عندنا ليبيا، ودي كانت حاجه مفاجاه انه في رامي ناشئ حصل على المركز الاول والميداليه الذهبيه، وده طبعا كان حاجه ممتازه جدا لدوله ليبيا الشقيقه. المنافسات كانت مختلفة، الجزائر، المغرب، ليبيا، تونس، وأيضا لها باع كبير جدا في مسابقات المسدس بالذات في السيدات، وحصلت أيضا على الميدالية الذهبية. المنافسة كانت قوية جدا. نعم. الدول الأفريقية يعني كان عندها استعداد للفوز بميداليات كثيرة، ولكن بفضل ربنا وبفضل إن احنا عندنا معسكرات وعندنا فرق قوية وتدريب قوي قدرنا نحصل على هذا الكم من المقاعد، وده يمكن عدد كبير جدا ان احنا نحصل على هذه المقاعد. صحيح. ما بين تلك الدول اللي كانت مشاركه في هذه المسابقه. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. لكن لما نيجي نقول بقى اعمار اللاعبين اللي شاركت في البطوله، كان عمرهم بيتراوح من سن كام لكام تقريبا؟ والله السؤال ده ممتاز جدا، ان احنا كنا عملنا خطه اعداد خاصه بالناشئين، فاحنا عندنا حوالي 3 ناشئين حصلوا على ميداليات، ودي كانت مفاجأة البطولة ان الناشئين الان اصبحوا في موقف اقوى من الكبار، وده اللي حصل بالفعل، وده اللي ادانا دفعه قويه وامل انه المجهود اللي بذل للوصول بالناشئين 16 و17 سنه يحصلوا على التاهل وعلى ميداليات في هذه البطوله كان حاجه مشرفه، كانت حاجه مسعده جدا، ادتنا لفته ان احنا يجب التركيز على الجيل الناشئ لان هو ده المستقبل، ويمكن العالم كله بيركز على هذا الموضوع. طبعا. احنا مصر نجحنا في هذه البطوله وفي البطولات الماضيه في التركيز على الناشئين، وهم دول اللي حصلوا معظمهم على الميداليات في هذه البطوله. اكيد اكيد.
طيب سيادة اللواء، احنا كده عندنا كام لاعب اتأهل لأولمبياد باريس تحديدا من أبطال مصر؟ احنا النهارده وصلنا إلى 11 لاعب، وال 11 لاعب دول اتأهلوا فعلا لباريس. هيتبقى عندنا بطولتين العام القادم إن شاء الله قبل الأولمبياد، لو في حد قدر يحصل على المركز الأول إلى المركز الثالث هيترشح هيضافوا لل 11 أيضا إلى أولمبياد باريس. لكن احنا فعلا وصلنا الى 11 مقعد حتى. بس اعتقد 11 مقعد ده رقم مش قليل، اللي هو كمان يشارك في بطوله عالميه يعني. 11 مقعد ده يعني دوله تطلع بس من الرمايه ب 11 مقعد، ده رقم كبير جدا. ولكن نقول لكل مجتهد نصيب، اكيد. والخطط لما توضع مظبوطه ولما يكون في دعم من الدوله، سواء قياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يرعى مثل هذه البطوله، دكتور اشرف صبحي منظومته المتكاملة التي ستعمل وتتجانس مع الاتحاد في إخراج هذه البطولة في شكل مبهر، اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب بالتعاون الكبير بيننا، يعني أنا عاوز أقول في تعاون وثيق بين الجهات الحكومية، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع طبعا، لأنهم لهم مكانة كبيرة في هذه البطولة، وقدروا إن هم يساعدونا مساعدة كبيرة. فالعدد اللي إحنا وصلنا له دوت هو مجهود ليس الاتحاد فقط، بل جميع الجهات التي شاركت معنا في انجاح هذا العمل. طيب احنا عشان نقدر نشارك في البطوله اكيد شاركنا بعدد محترم عشان نقدر نخرج بهذا العدد الكبير من الميداليات، المعايير اللي اشتركنا على اساسها، الاستعداد تم على مدار قد ايه، الخطه اللي كانت موضوعه عشان نقدر نوصل للنتيجه المحترمه دي. الفريق القومي بيختار من البطولات المحليه التي تنظم في داخل جمهوريه مصر العربيه. وبالتالي احنا اخترنا 5 رماة من كل مسابقه. ال5 رماة دول فعلا بدأوا يدخلوا في معسكرات مغلقه، حصل ان جزء منهم كبير شارك في بطولات العالم خارج جمهوريه مصر العربيه، وجزء اخر شارك في بطولات كاس عالم نظمت في جمهوريه مصر العربيه. التقارير بتقول انه احسن 3 في 5 بالترتيب بالارقام بتاعتهم. لما تم المشاركه نجحنا بهذه الطريقه القياسيه ان احنا نوصل ان اللي بيشارك فعلا بيشارك للحصول على الميداليه وليس المشاركه المشرفه. وبالتالي المنظومه ديت او طريقه الاختيار طريقه واضحه للجميع، معلومه لدى جميع الرماه، بل بالعكس كان وضع مساعد من جميع الرماه ان فعلا هذا الرامي اللي بيشارك باسم جمهوريه مصر العربيه هو الافضل رامي او راميه في المنتخب القومي. أكيد، كل الشكر ليك سيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، شكرا جزيلا ومبروك النتيجة المحترمة.